اي لباس لليوتيوب الوش التوشوتين العسل القرقع. اهلا الوالد، واش انا غنبدا الفيديو انتي جايه؟ كي درتي ليها؟ السلام عليكم الوشوتي وشوتين، انا لاباس عليكم بخير. انا يلا كنت باغي نبدا الفيديو الوالده. ايوا ما عليكش والله. يلا اجي اجي نبداو مجموعين. اي لباسال ديال اليوتيوب واش مزيانين واش بخير عليكم؟ حنا كنحسدو. ايوا دابا جيت بغيت ندي الخدامات مشلي، وغادي ندي الخبز للخدامات ايوا باش يحسدو مزيان. داكشي اللي كاين. ايوا داكشي اللي كاين. اذا خوتي اليوم هو اول نهار عندنا في الخدمه والعمل ديال الصح هنا في الجبل. دونك كما قلت لكم البارح في نهايه الفيديو ديال الامس، قلت لكم بلي الوالده عيانه، حتى الوالد مخربق شي شويه، مرون في عقله، وانتم عارفين شنو طرا معاه. دونك ضروري خصنا ناخذوا شي وحدين شي ناس اللي يخدموا يعاونونا باش نسالوا قبل العيد، وفي نفس الوقت نرجعوا عاوتاني نكملوا على شغلاتنا اللي كنديروا. دابا حان موعد الخدمه، غادي تشوفوا معنا النهار كامل كيفاش غيدوز، وغادي نديكم للبلاصه منين تنحسدوا، غادي تشوفوا معنا شنو غادي نديروا والسيستم كامل كيفاش كيدوز. لهذا تبعوا معنا. الوالد جاي من لهي راجع، ما جايب معاه لا زرع لا والو، نشوفوا شنو بغى. اش داكشي اللبن هذا؟ اولدي مشيت نطلع باش نجيب التليس، كنتلاقى مع واحد السيد هنا قال لي هاك اللبن. تبارك الله، بسم الله، الله يخلف عليها ولدي، الله يخلف عليه، الله يكثر خيره. ترجع دابا؟ نرجع دابا. يلا الله يعاون. هادي واجدين الواشون كنخدم الصباح بكري، ايوا يخ قول خلف دوري خدامين. ايوا روح تاع عيد خد، عيد خد باش نتاوي خامشلي. ايوا داس نتناوي الملوي، هادا راه تدخل الملوي، هاد هو تاعي ان شاء الله. نور الدين ديالي هذا خيس وجد التوعيف. ايوا نتناوي تخدم الغدا دا بحانت. ايوا هادا خي الغدا ان شاء الله يا ربي، الله يعاونو. ايوا الله تبعو معانا، تبعو معانا. راني غادي نمشي ندي الخدامه، ودابا غادي نخلي نور الدين ديالي يوجد لينا الغدا باش نجي نتغدى هنايا. ايوا ها الملوي، ها هاني درت الملوي، ايوا عمرتها تاعي بالنعناع. ايوا تابعونا. وجدت هنا البصله واللحم، ها هو هنايا، غادي نحاولوا نديروا لهم قميله بما انه ما كاين حتى شي واحد في الدار اللي يقدر يطيب هذا الشيء. غادي نصاوب الغداء وغادي ندير الخبز باش نوجد الغداء للخدامه اللي عندنا باش يجيو يتغداو ان شاء الله، وبعد يرجعوا للخدمه. شوفوا معايا كي غادي نطلع هذه القميله. يا ربي يا ربي طلع شي حاجه زوينه. الله الله، وعاز نحمر هذا الوجه ونحمر وجهكم حتى نتوما يعجبهم داك الشيء. يلا الواشو، نصبت المرقه راها كتوجد، وشعلت الفران راه كيسخن باش نطيب حتى الخبز. هادشي اللي كاين. المهم اجيو معايا، هنا عندي شويه ديال المرقشه تملي لهاد البارح، غادي نمشيو نعطيوها للمحراس ديالنا، يعني الكلب ديالنا حاجاكم. اجيو معايا. راه كاينه الريح بزاف اليوم، كاينه الريح. وجبه غداء. وا يا خوتي كملنا الغداء، كلشي ناضي. خويا سفيان جا عندنا. انا عاوتاني كناضي، واجد ناضي. ياك هاني اخويا سفيان، الله يحفظك اخويا. كي داير مع الحصاد؟ كي داير مع تماره؟ الحمد لله كلشي بخير. تماره راك غادي ما كاينش. شوف غير تشوف الانسان ضارب هذه، عرف راه ما كاينش. سي ترافاي سي ترافاي نيشان اخويا، الكركيطه هذا على الشمس، على الشمس صافي. كمامه ناتيرال عندك اخويا سفيان. الله يعين اخويا، تبارك الله عليك اخويا سفيان. الله يحفظك اخويا نور الدين. سفيان انت هو كيحسد مع الوالده ديالو في واحد المنطقه هنا بعيده، تنوريكم الارض ديالهم فين جات، ولا مشينا عندهم كاع نقدروا نصوروا تما. مرحبا بك اخويا نور الدين. جا سول فينا ونسنا شي شويه وغيمشي يسقي حتى هو. فين كتعاين البهيمه ديالو؟ حتى الله خويا سفيان. واه خليها عاون انا ولدي. ها كي جاك داك الشيء الوالده؟ اه زوين. قلت لك والله الا مزيان. انت والله الا مزيان. وهذه هي المرقه اللي وجدنا، ها هي المرقه عاديه، البطاطيس تشير بطاطا وشويه هذه الفلفله هذه كيف ما كتشوفوا معايا. شوفوا شوفوا ها الزيتون ها الفلفله. بسم الله
زوين بطاطا سولو والله غادي ناكلو هنايا في هاد البلاصه. نعم هادشي كاين. وصلت الوقيته ديال الكاسكروت وعاوتاني وجدت القهوه حتى الناس عزيزه عليهم القهوه بزاف. الله عليك يا نور، ابدعت ابدعت يا نور الدين، ابداع ما شاء الله ابداع. دابا غادي نحاولوا نصفيوها على هذا الشكل. اذا القهوه ديالنا واجده، ندوقوا نشوفوا بعدا اش كنعطيو للناس في اطار انني نحمر لكم وجهكم كيف ما ديما. الله عليك، ولكن عطيتها البزار، كتحس بها هنايا في هاد القرجوطه، كتحس بالقهوه ديال بصح. باش ندير الحليب عاوتاني هنايا مع سي ترافيرا كيطلع عليا من اللي باغي يدي ضروري. زيد ها فين تكمش ها. يا المشاهدين لاباس عليكم؟ انا عاوتاني. كي دايرين؟ الله يحفظك اسيدي. انتم لاباس؟ ناشطين مبرعين؟ ها العصا راكي انا ما صوبتيش القهوه مزيان؟ غادي نضربها. ها صاحبي اي صافي ناضي ناضي يا صاحبي غير هدا. لا صوب مزيان صافي ناضي غيكون هنا سي ترافيرا. اش هذا الخدمه؟ صافي عيني فيك لينا الحليب عندك. واش راها مزيانه؟ صافي ناضي تذوق تذوق قول لي هل هي جيده ام لا؟ نعم جيدة جيدة. نعم نعم يلا. جيدة يا ولدي. يلا 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 نيشان الجنان يلا جري. المهم كاين الريح ديال بصح. ها هي القهوة هنايا واجدة، أنا واخدها، ما غاديش نهضر بزاف في الطريق، لا حقاش ما غادي تسمعوا حتى حاجة، دونك غادي نمشيو لعندهم ونديو لهم القهوة وتشوفوا معايا فين كيحصدوا وشنو كيحصدوا وكلشي كلشي غاتشوفوا معنا حيتاش غادي تبان واحد ليكم واحد الفيو وحدة أخرى من تما والعشية تيكون فيها الجو يا سلام زوين. يلا نشوفوا القهوه ديالنا كي غادي تجيهم. سكت سكت خليوها على الله وصافي. يلا على بركه الله. قربنا نوصلوا بالضبط للبلاصه فين حنا تنحصدوا. شوفوا معايا القضيه كي دايره. هذيك هي الخيمه ديالك المهمه. هذه هي الخيمه ديالي اولي. هذه هي الخيمه اللي كان ما كان كندير فيها البواده ديال الماء. البواده ديال الماء ما كاينش خدمه. اني ما مشى نطيح لك تفلاح لالا داك الصحه ياك بعدا ايش ما يما تغوض يا ولدي مرتاح غير تيخ الكاميرا ديني ستيني متما ما نعيرو تسيل لقى عملنا يسير. لا لا شوف 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 كيسان خاخ خاخ خيمران ونين ها استكتب من النيت ايوا يا شنو تهنيكم مع الدراري البنات يلا شوف شايدار ليهم تمارك حلا. علاش تمارة؟ واش من تمارة؟ ايه راه الزرع زوين غادي نطحنو ندير الخبز ندير الخبز باش صحاح الله يعطيك الله الله يا القهوة ديال الحليب. قهوة حليب ها؟ قهوة قهوة ديال الجبل راه زوينة راه راه أنايا راه كت مزيانة فيها العشوب فيها العشوب وفي كل شيء الماء حلو وهالكاس حلو وهالكاس حلو وهالكاس حلو
ياش بغيت انا ندير شوف باش كنعيشوا ها ها حنا باش كنعيشوا شوف هالكيسان هذه طبله طبيعيه هذه فوق العجره طبله سانك سانك طبيعيه يلا شوفوا فين جالسين ها شوف شوفوا فين جالسين في التراب ها جالسين غير في التراب صافي ما كاين لا الزربيه لا والو كاين الزربيه هو الزربيه ديال تركيا هادي لا ديال هذا ديال التراب سيدي ربي ديال سيدي ربي التراب ديال سيدي ربي وخرج الزرع ديال سيدي ربي يلا ايوا ايوا شنو بغيتي يلا كبينا رانا نشربوا رانا الدراري شفتوا البنات بوس الله عليك دراري دراري والبنات ها الدراري والبنات ايوا شوف 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 ها عندكم دابا الوسخه هنايا التراب والبصاق قبلوا علينا واخا الوسخ واخا هكا راه غادي نغسل تولي زوينه غادي نغسل ونولي زوينه كاع لا تقلقوا كاع لا تقلقوا راه غادي غندواش راه هاد التراب كايحيد دغيا دغيا ما كايبقاش داير بحال الغسول بحال الغسول هاد التراب راه زوين راه في ساعه كايتحيد دغيا دغيا هادي واحد النبته خوتي اللي كتشوفوا دابا كنستعملوها شحال هادي فاش كنا صغار تنحيدوها تبداو نشربوا بها الماء العصير الحليب انا غادي نحيدها ونديها معايا وتشوفوا الطريقه كيفاش هذا هو النهر الوحيد اللي كيتواجد في ادرار الاخوان هذا هو الواشوت واشوتين هذا هو النهر الوحيد لكن مع الاسف ما فيش الماء في مره ناشف ما فيش اصلا الماء هذا هو ادرار كيف ما كتشوفوا معايا الناس كتحصد ليه يعني الدار راه الوليد فين كيخوي في النادر فوالا اذا رجعنا للدار بخير وعلى خير حقيقه انك حماق على انني نصور في هذه العشيه هذه كيكون واحد الكليراج زوين بزاف هذه هي الطاقه الشمسيه باش نصارجي اللي قدرنا ندبروا عليها كتصارجي لي غير التليفون خليتها هنا ومشيت وخلينا الدار خاويه والحمد لله ما كاينش واحد اللي قيس لك الحاجه ديالك هنا هذا هو الجانب الايجابي والحاجه الزوينه عندنا هنا في البلاد كامله ما كاينش واحد اللي قيس لك ديالك زعما يجي شي واحد يمسلك ديالك لا من غير الا كان شي وحدين عندهم حسابات بيناتهم وصافي هذه هي الطاقه انا خليت فيها التليفون ديال الوالده دابا كنصور به التليفون ديال الوالده هو اللي فيها هو هنايا اما دابا شنو عندنا سي ترافاي شنو مازال المهمه ديالنا راه غربات الشمس نمشيو نعسو شويه شوف اي هاي 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 تنعس يا ولدي ما نعسوش خاصك تمشي نجيبو الماء اش غادي نشربو ايوا تحرك يلا سير دغيا 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 نمشيو نسقيو يلا هاجي نمشيو نجمعوا البواده وغادي نمشيو نسقيو من بلاصه وحده اخرى من غير هذيك اللي شفتونا فيها اخر مره واللي هي العين اللي ما فيهاش الماء بزاف دابا غادي تعرفوا فين غادي نمشيو يلا اش كدير اسي ترافاي دخلتي تما صاحبي هاد مشات للمغطى دخلتي لداخل كندير ليها كندير ليها المغطى مشات لداخل امشات اي 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 صافا اي صافا شوفوا معايا الطريق فين واصله الطريق وصلت حتى لحدا الدار عندنا كامله بحال هكا يعني زوينه بزاف هي بيست ولكن مقاده مزيان شوفوا معايا كي دايره وهي جايه من هنايا حتى ان واصله للمدينه الطريق اللي عندنا للتسيوان وما دايرهاش بحال هكا تخيلوا معايا شوفوا معايا غادي تبان لكم واحد الطوموبيل لهي راه واحد الطوموبيل لهي فين واقفه شفتوها معايا واحد الطوموبيل راه لهي في مسطاليا هذاك مولاها جايبها ايماجينيو معايا حتى ثواني الايام تطورت القضيه بزاف على فاش كنت انا هنا فاش كنت كنجي لهنا راه كلشي بالبهايم كتهز بالبهايم درز بالبهايم توصل الزرع ديالك والمحصول ديالك السنوي للبلاد بالبهايم دابا داك الولد جايب الطوموبيل تبارك الله وتيحصد بحال دابا هاد القضيه اللي درنا انا والوالد جايبين التليس من البلاصه اللي كنا كنحصدوا فيها حتى النادر هو تيحصد
في البلاصه ديالو وتيجيب الزرع من تما في الطوموبيل وكيدي لنا ريحته. ايماجينيو معايا تبارك الله ما شاء الله. زعما القضيه تطورات بزاف ولكن الانسان تيخسر يعني تضيع اكثر من داكشي اللي كتدخل. هادشي اللي كاين. قربنا للبير. هاد الارض هادي اللي كتشوفوا دابا راه ديال خالتكم ماما، راه ديالنا. ها هي الارض ديال خالتكم ماما وخوتها، درنا فيها هنا الشعير، وهذه هي الدار ديال خالتكم ماما قبل ما تزوج. هي هادي، هي هادي الدار ديالهم. دابا هاد البلاصه كتسمى انوعده، سميتها انوعده. شبعانه ما اخوتي من التحت، شبعانه الماء بالصح، وكان عندنا بير هنايا في هاد البلاصه نيت بالضبط، وغطاوه الناس شحال هادي. ولا حيتاش الارض هنا قليله بزاف هي هادي. وصلنا للبير، هو هذا البير كيف ما كتشوفوا معايا مع سي ترافاي راه واجد. قال لك اسيدي السطا ما بغاش يهبط ليه، ما بغاش يهبط، خصنا نديروا له شي حاجه ثقيله. هذا هو البير، شوفوا معايا ما يبان لكم والو، الظلام الدامس. الوليد مازال شاد في ديك العشره يطرو اللي نسى والو طلع عليا الدم. المهم هذه هي ديك النبته اللي قلت ليهم، شنو سميتها الوالده هذه النبته؟ هاي حنا كنقولوا لها تلمع. تلمع سميتها تلمع، عقلوا عليها. شوفوا كي دايره هنا مشبكه ناتشورال هي دي. عرفتي شنو كاين تما لتحت في البير؟ كنديروا ليها بحال هكا وكتصفي عندها ب... المهم كتصفي الماء، داكشي طبيعي يجي زوين. قرب يطيح الظلام الوغ رجعوا فحالنا الدار. وهادشي اللي كاين، وهكا داز النهار ديالنا. نتمنى يكون عجبكم، نتمنى نسجل صور لكم في الدار ولكن ما كاينش الضو، داكشي على قد الحال. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنساوش اهم شيء ديروا لنا لايك باش تشجعونا باش نزل لكم فيديوهات وحدين اخرين، وما تنساوش تكملوا لي فيديو حتى الاخر. السلام عليكم، كان معكم نور الدين وسي ترافايل هي.